عاند ولا تحسد ودير كيما دار جارك ولا حول باب دارك. جربتوها ولا مازال؟ التحلية اللي راهي دايرة حالة في مواقع التواصل بدون فرن ولا بيض ولا كريمة سائلة، فيها بنة عجيبة تستحق التجربة. قلت علاش لا ما نجربهاش حتى انا ونشاركها مع المتتبعين ديالي. كتجي خطيرة في المذاق وغاية في الروعة. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكي العاده الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج علاش لا باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصوريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه هنايا في هاد التحليه ديالنا كنبداو بالكريمه، كنحضروا هنايا الكريمه. كنحتاجوا نصف لتر من الحليب، ثم كنحتاجوا جوج شاصيات ديال الفلو بنكهه الكراميل. من الاحسن نخدموا هاد التحليه بنكهه الكراميل كيف ما هي دايره هاد البلباله ودايره هاد الضجه، خدموها كتجي خطيره جدا. كندير جوج شاصيات ديال الفلو ديال الكراميل، جوج معالق حتى ثلاثه ديال المعالق كبار من السكر الخشن اي سنيده. كذلك كنضيف هنايا جوج معالق ممسوحين ماشي بومبي، سواء درنا النشا او نديرو لا كريم باتيسير. تنحرك الكل جيدا وكنوضعو على نار مهيله، وانا مره تنحرك لان ضفنا فيه نشا او لا كريم باتيسير ما غنتسناوش يفيض بحال الفلو العادي كيبقى يختار لينا او كيعقد. كنحركوه باستمرار حتى كيوجد لينا وكيولي على هذا القوام. هذا غادي نفرغو في اناء اخر يعني في بول اخر باش يبرد لينا بسرعه ونخدمو به. كيف ما كتشاهدوا معايا انا فرغته هنايا في واحد الفول وكنغطيه بواحد كيس بلاستيكي اللي يكون ملامس للسطح ديالو، وغنوضعوه في الثلاجه ولا كنا مزروبين نوضعوه في المجمد ماشي يجمد لينا، غير يبرد لينا مزيان مزيان حتى كيصبح على هذا القوام هذا، يعني ماشي غيكون عاقد يكون حتى بارد مزيان مزيان باش طلع لينا هاد الكريمه. عندي هنايا الكريمه الشونتيي، الا خدمتو بديال العبار غتاخدو كاس من عبار كاس ديال العنبه، اي 120 غرام ديال كريم شونتيي او 100 غرام. انا خدمت بهادي ديال الباكيه بنكهه الفانيليا. الا كانت انا ما عرفتش واش موجوده نكهه الكراميل ممكن ديروها، درت انا نكهه الفانيليا ضروري ما تكون حتى هي خديناها وضعناها في المجمد بساعه قبل باش هي كتكون بارده باش كتساعدنا كنطلعوا الكريمه بكل سلاسه وبكل سهوله بالطراب الكهربائي حتى كنخدموها مزيان مزيان وكنوضعوها جانبا. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت هنايا المقلاه، انا درت لكم المونتاج ديال الفيديو طابي طاب كيف ما خدمتها كيف ما حطيتها لكم، وكذلك انتم خدموها بهاد المراحل ديالها كمتابعين. عندي هنايا كاس من عبار كاس ديال العنبه مملوء جيدا من السكر الخشن اي سنيده اللي كنديروا في واحد الكاسرول اللي تكون ثقيله او المقلاه، انا كنفضل نخدم في المقلاه حتى كيذوب لينا عفوا داك السكر يولي عباره عن كراميل على نار مهيله. مره نحركوه حتى كيذوب لينا وكنضيفوا ملعقه صغيره من الزبده سواء ديال الحيوانيه او ديال العلب، درت انا ديال العلب. من بعد ما كنضيفوا داك معلقه الزبده وكنحركوا مزيان مزيان كنضيفوا هنايا ملعقه صغيره مملوءه جيدا من النشا تكون بومبي مع كاس ديال الماء من الصنبور يكون بارد، ونحركوا مزيان مزيان وعاد كنبقاو نضيفوه غير بشويه بشويه. كيف ما كتشاهدوا معايا ما ديروهش دفعه واحده غيتكتل ليكم وغيصعب باش يرجع يذوب ليكم داك السكر وهو راه فيه النشا، غيبدا يعقد قبل ما يذوب داك السكر اللي درنا. من الاحسن نبقاو نضيفوه غير دقه دقه حتى كنكملوه كله هو وحنا كنحركو كنحصلوا على هذا الكراميل هذا. ونأكد على النار تكون مهيله مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش لينا هاد الكراميل. كنوضعو جانبا ونمشيو نحضرو ليفارين ديالنا. هنا اختاريت ليفارين ديال البلاستيك كيف ما شتها كيف ما دايره هي ضجه ودايره حاله خدمت بها. هاد العلب هادو كيديروا درهم ونص عند باعات اللي كيبيعوا مواد ديال الحلويات. خديت هنايا اربعه ديال العلب اللي كفاتني في هاد الكميه كلها ديال هاد المقادير اللي غندرج قدامكم. عندي هنايا بسكوي، خديت علبه ديال البوتي اللي كيكونوا فيها ثلاثه ديال الحصص. العلبه ديال البسكوي ممكن تخدموا بماريا ممكن تخدموا بهرنيس تخدموا باي بسكوي مفضل او متوفر
عندكم كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنا البسكوي وكندوزو في الحليب غير غطسه خفيفه وكندير جوج طبقات ديال البسكوي، جوج طبقات البسكوي وطبقه ديال الكريمه بطبيعه الحال اللي درتها في واحد القمع او بوشادوي اللي غادي يساعدني باش تجيني نفس الطبقه ديال الكريمه نفس الطبقه ديال البسكوي. الا خدمنا غير بالمعلقه درنا الكريمه نقدروا نزيدوا في هذه الطبقه او نقصوا من هذه الطبقه، ولكن ملي كنديروا في شي بوشادوي او شي كيس بلاستيكي كيساعدنا باش كيعطينا نفس العبار كيف ما كتشاهدوا معايا. كنفزق هنايا البسكوي غير شويه كنبللوه وكنوضع جوج طبقات ديال البسكوي، ثم كندير طبقه ديال الكريمه كنبقى غاده هكا حتى كنكمل تقريبا ثلاثة ديال الطبقات ديال البسكوي وثلاثة طبقات ديال الكريمه، تنوضعهم جانبا بعد ما كملت ربعه ديال العلب. هذا هو الكراميل اللي حضرنا اللي وضعته جانبا فرغته في هذا الفول وكذلك غطيته بواحد البلاستيك اللي يكون ملامس ليه، ومنين نبغيو نوضعه فوق الكريمه او التحليه ديالنا ما يكونش سخون، يكون غير دافي او بارد، هو راه ما كيعقدش يكون دافي او بارد. يعني خدموا نتوما بقاو غاديين طابي طاب كيما خدمت الفيديو، يعني راه ما جبتش فيديو خدمت هذه الحصه قبل والاخرى وعدرتهم في المونتاج لقيتهم، لا كيف ما خدمت انا غاده دقه دقه والمراحل مضبوطين. كيف ما شاهدتوا معايا هاد الكميه ديال هاد الكراميل كتكفينا في ربعه ديال التحليات، كيجي الكريمه والبيسكوي كلشي اكزاكت، كيجيو المقادير مضبوطين. كيف ما كتشاهدوا معايا هاد الكراميل ديال الماء كنفضلوا الماء والنشا كنفضلوا على الحليب والشوكولاته بيضاء، كيجي خفيف ورائع جدا، ما كيجيش كيتعلق بحال شوينغوم ولا، كيجي رائع جدا في التزيين كيف ما شفناها وهي دايره حاله وهي دايره ضجه. ما بغيتش نغير ما بغيتش نبدل، بغيت ندير عاند لا تحسد ودير كيما دار جارك ولا بدل باب دارك. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنايا الكاوكاو او اللوز اللي عندكم، درت انا الكاوكاو كونكاسي اللي حمرته شويه غير في المقله حتى تحمر لي وخدا لي هذا اللون الذهبي، نتوما حمروه في الفران وكنديروه هنا في الجوانب او نديروه في الوسط او نخليوها كما هي، كتجي واحد التحليه بكل امانه وبكل صدق صراحه اللي غادي نقول لكم كتجي خطيره في المذاق، فيها واحد البنه ما تامنش، واحد البنه يعني شي حاجه مختلفه، خصوصا ملي كنديروا داك الفلون ديال الكراميل وكنديروا هاد الكريمه ديال الكراميل من الفوق، شي حاجه رائعه والله يعطي الصحه الاول من درج هاد التحليه او هاد الفكره، كتجي خطيره جدا، واحد البنه وواحد الخفه وواحد القوام، يا سلام جربوها ما غنقول لكمش على حسابي، راها دايره حاله في مواقع التواصل. وحتى لهنا غنقول لكم تستحق مليار في الميه التجربه، كيف ما كتشاهدوا معايا ما غتشبعوش منها. لهذا سيداتي ما تنسيناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج علاش لا، باش تعم الفائده على الجميع، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه صويريه. وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم البناءه وعلى التواصل ديالكم معايا الدائم، الى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله على قناة سكينة الصويرية.